النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية. نهار اليوم زادت أجواء مستقرة لكن باردة بشكل لافت، حبة رياح شرقية زادت من الشعور بالبرودة، أيضا انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة في أغلب مناطق المملكة خلال ساعات الصباح الباكر. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول استمرار تأثيرات المرتفع الجوي السيبيري. أجواء باردة وشديدة البرودة بسبب كتلة هوائية شديدة البرودة ترافق هذا المرتفع الجوي ورياح شرقية نشطة مستمرة بالهبوب خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكمية من الغيوم المنخفضة في عموم المنطقة الشرقية والجنوبية، امتدت لاحقا خلال ساعات الصباح المتأخر نحو المنطقة الوسطى والشمالية. سرعان ما تلاشت هذه الغيوم خلال ساعات الظهيرة والعصر فوق المنطقة الشمالية والوسطى، واستمرت بالانتشار فوق المنطقة الشرقية والجنوبية. نذهب الآن وإياكم لاستعراض خرائط توزيع درجات الحرارة السطحية، حيث تستمر درجات الحرارة منخفضة والأجواء الباردة خلال الأيام القادمة وخلال الليالي القادمة. الليلة القادمة أي ليلة الأحد على الاثنين ستكون الأبرد، حيث تتعمق هذه الكتلة الهوائية الباردة، درجات الحرارة تقترب من الصفر في أغلب أو في كثير من مناطق المملكة، خاصة في المنطقة الشرقية والبادية الجنوبية وأيضا المناطق الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر. أيضا تستمر الرياح الشرقية بالهبوب تزيد من الشعور بالبرودة خلال ساعات الليل وأيضا خلال ساعات النهار. نبقى نتحدث عن الرياح المتوقعة خلال الأيام القادمة، ونستعرض الآن وإياكم هذه الخرائط الجوية لتوزيع الرياح. تبقى الرياح تهب شرقية بفعل تمركز لمنخفض جوي فوق الأراضي العراقية، وذكرنا الرياح تهب شرقية لكن نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا خاصة في مناطق الأغوار ومنطقة البحر الميت. هذه الرياح الشرقية أيضا تزيد من الشعور بالبرودة خلال هذه الليلة وخلال يوم الغد وخلال الأيام القادمة، أي لا تغيير جذري أو كبير على الحالة الجوية خلال الأيام القادمة. نذهب الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تستمر الرياح الشرقية النشطة بالهبوب التي تزيد من الشعور بالبرودة، 3 درجات مئوية فقط المقاسة، أما الملموسة درجتين تحت الصفر، الرطوبة مرتفعة 91%، أما الرياح تكون نشطة السرعة جنوبية غربية الاتجاه. بالنسبة للثلاث أيام القادمة تستمر الرياح الشرقية بالهبوب في العاصمة عمان، هذه الرياح كما ذكرنا تزيد من الشعور بالبرودة، 11 درجة مئوية يوم الاثنين، الصغرى 6 درجات، الثلاثاء 13 إلى 6، ويوم الأربعاء أيضا 13 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 7 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.